سمحت لو سمحت ممكن حاجة لله؟ ربنا يسهلك. طب أنا ما كنتش من الصبح. مش معايا فكة والله. طب ما فيش حد غيرك واقف في المكان. أنا مش شايفة حد واقف في المكان غيرك. ممكن أنت تيجي تجيبيلي سندوتش؟ معيش فكة. يقعد يقولوا حاجة لله حاجة لله، وقال إيه أنت تفرحي فتعملي صدقة، وفي الآخر يطلعوا أصلا هما معاهم فلوس قد كده، تقول لك تعالى هاتي لي أكل، وتفضلي تخزنها في أكل في أكل في أكل. أوعي تديها فلوس، أوعي تديها فلوس. يلا يا حبيبتي امشي، مش هنعمل تغنى مني أصلا. أنتوا هتستعبطوا، ده أنت لو قلعتي البتاع ده هتلاقي لابسة تحتيجي يا حاجات حلوة يلا يا حبيبتي يلا، ده أنا اللي محتاجة فلوس منك مش أنت اللي محتاجة. حرام عليك. حرام عليا إيه؟ حرمة عليكي عيشتك والقرف مليته البلد. ايه هايدي عايزاني في ايه؟ ايه يا ميسي يا ميسي، وانت كل شويه تكلمي بابا وتقولي له تعالى شوف بنتك. ايه هايدي ها، مش بقوله على الحقيقه؟ هو ايه اللي مش بتقولي له على الحقيقه؟ هو انت اي حاجه يعني هو انت تقوليها هو تروحي تحكيها له؟ طيب ما انا ما جبتش حاجه اعملها تروحي تحكيها له؟ اي حاجه تحصل تروحي تحكيها له مش كده؟ طب انا مش بكدب، انا مش بقوله على الحقيقه وحقيقه. ما تتفهمي معايا انا شاطره. لا انت ممكن تتفاهمي معايا انا، لكن مش كل حاجه لازم تدخليه في الحوار. يا ميسي انا بذاكر بس انا برضه عايز اخرج مع اصحابي، ما انا مش هفضل كل يوم عمال اذاكر مش كده يعني. ما ينفعش اجي اشتكي لك انت، ما انا قلت لك كذا مره يا هايدي ذاكري وانت مش عايزه تذاكري، لازم كنت اروح لباباك. وانا كمان عايز اخرج مع اصحابي، عايز افك عن نفسي شويه. ما هشتكي يعني لمين؟ ما اعرفش. على فكره الميس دي عامله نفسها شاطره وعامله نفسها ان هي عايزه تذاكر لك وخايفه عليكي، بتروح توقع بينك وبين باباكي. قال ايه؟ بقول له الحقيقه. وفيها ايه لما تداري عليكي؟ فيها ايه؟ المفروض ان هي تداري عليكي وتقول لك اخرجي يا حبيبتي. فيها ايه لما تاخدي فلوس من باباكي يوم وتخرجي بيها؟ عارفه اقول لك على حاجه؟ دي افضل حاجه تعمليها تسوقي سمعتها، وتروحي تقولي لكل البنات اللي بياخدوا معاها درس ان هي ما بتفهمش حاجه وان هي اصلا بتشرح غلط. واقول لك على حاجه كمان، قولي لهم ان انت اكتشفتي حاجات في الكتاب هي بتقولها غلط، وكده يبقى الميس سمعتها اتسوقت وغارت في داهيه زي ما هي بتعمل معاكي. يلا خلاص خلاص يا ميس معلش سامحيني. خلاص على ايه يا هايدي؟ بعدين انت قلتيه. معلش يا ميس خلاص والله انا ما كانش قصدي يعني، انا فعلا عرفت ان انا غلط والمفروض ما اخرجش مع اصحابي وكده. ماشي يا هايدي خلاص مسامحاكي. معلش يا ميس خلاص بقى. ماشي يا هايدي خلاص مش حاجه. طب سلام انا بقى هايدي عشان انا عندي حصه. ماشي ماشي. باي باي يا حبيبتي. برافو عليكي برافو عليكي انك خليتيها تديك الامان وفي الاخر تقومي رازعاها انت. ده مش نفاق على فكره، ده اسمه تشغيل دماغ. انت بتجيبي حقك بتشغيل الدماغ، لكن انت لو قلت لها انا هعمل وهعمل وهعمل هتلاقيها وقفت وعملت حسابها. فبعد كده طمنيها، قولي لها يا ميس انا بحبك، اديها حضن، قولي لها يا ميس ما تقلقيش. وفي الاخر خيانه خيانه على طول. روحي بقى نفذي اللي انت اتفقتي عليه. يلا لوجي الحقي. ايه في ايه يا هايدي؟ انا عرفت حاجه عن ميسي هي مستحيله تصدقيها. طب قولي لي في ايه؟ انا لو قلت لك انت مش هتاخدي معاها تاني. يا هايدي انجزي في ايه؟ ميسي هام عارفه ليه ما بتجيبش امتحانات من الكتاب؟ انا فتحت الكتاب ولقيت بتقول كلام تاني خالص غير اللي بيجي لنا. ايه ده يعني انا كل ده باخد معاها كلام تاني خالص غير في الكتاب اصلا يعني؟ ما انا مش عارفه. ايه ده يعني انا كل ده باخد معاها وهي اصلا فاشله؟ برافو عليكي. شفتي؟ برافو عليكي. ايوه كده. انت تروحي بقى تعملي كل ده مع كل اصحابك، تسوقي سمعتها وتفضحيها عشان ما تاكلش عيش تاني. وانتي ميس دي ياما قالت لباباكي ديلوجي هربت من الدرس، وياما قالت له ديلوجي مش بتذاكر، لازم تنتقمي منها زي ما هايدي عملت معاكي. تروحي تعملي مع كل صحابك وتسوقي سمعتها. اهم حاجه الميس دي ما تدرسش تاني، لازم تجيبوا حقكم ولا هتسيبوها تقول لباباكو دي لوجي ودي هايدي. صح ولا لا؟ لازم تسوقوا سمعه الميس. بصي احنا لازم نقول لكل الناس ان هي بتجيب الحاجه مش من الكتاب، لان ده فعلا اللي هي بتعمله. ولازم كمان نقول لاصحابنا وكل حد بياخد معاها عشان فعلا هي كده الغلط اللي بتعمله ده. بالظبط كده. يلا روحي انت بقى تشوفي تقولي لمين وانا كمان. ايه ده؟ فلوس؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ سيبي الفلوس، هي دي بتاعتك؟ لا انا لقيتها في الجنينه. هي بتاعتك؟ يعني عيله صغيره تاخد منك الفلوس؟ ازاي يعني؟ بعدين الفلوس دي كانت في الجنينه وانت عارفه ثمنها. اكدبي عادي قولي لها ان هي بتاعتك بدل ما المصلحه تروح منك، ولا انت هتسيبي عيله صغيره تفرح بفلوس غيرك؟ بعدين ده مش كده،
ده اسمه تشغيل دماغ. يعني ما تقوليش مثلا انا خايف ان انا اكون بكذب عشان حرام. لا انت ما بتكذبيش، ده مش كده. بدل ما هي تاخد الفلوس خديها انت، وكده كده الفلوس مش بتاعتها ولا بتاعتك، فانت يبقى انت اولى، صح ولا لا؟ الفلوس دي بتاعتي وقعت مني انا، بعد كده ما تاخديش حاجه مش بتاعتك. برافو عليكي، برافو عليكي، انت النهارده عجباني جدا. كل اللي بقول لك عليه بتسمعيه. الفلوس دي بقى تروحي بقى تزودي عليها وتخرجي وتشوفي محمد صاحبك اللي بيحبك، بلاش تطنشيه. وبعدين يعني تروحي تحلني كده، يعني هو الحب حرام؟ حرام. يوه عليكي، ده كلام بيقولوه كده الناس، وبعدين انت المفروض تفرحي كده. بقول لك ايه، شكلك ما بديش تسمع الكلام، براحتك. يا رب انا حاسه بالذنب قوي ان اللي انا عملته ده. انا شوهت سمعه الميس، ورحت قلت لوجي كمان عشان تشوه سمعتها اكتر، ورحت اتبليت على البنت، ورحت اخدت من البنت فلوس. ايه اللي انا عملته ده بس؟ طب اعمل ايه؟ يعني اقابلهم ازاي تاني اساسا عشان ارجع حقهم؟ طب مش رهام ممكن اقابلها، ولوجي ممكن اقابلها، البنتين التانيين اعمل فيهم ايه؟ الفلوس دي اساسا مش فلوسي، دي فلوس حرام. تجننتي؟ انت عايزه تبوظي كل اللي انت بتعمليه؟ ليه كده؟ انت بتعملي الصح. انت مين؟ انا اللي كنت دايما بنصحك تعملي الصح. بقولك تعملي ايه؟ صح؟ انت كنت دايما بتنصحني ان انا اعمل الغلط، كنت بتقولي خدي الفلوس، وهي مع انها فلوس مش بتاعتي، شوهي سمعة الميس، ورحتي شوهتي سمعتها، وصاحبتي كمان شوهت سمعتها، وكمان البنت التانية اللي كانت بتشحت قلتلي لا ما تدهاش اكل، دول بيستعبطوا، مع انها كانت غلبانة. انت السبب في كل اللي بيحصل. انا السبب؟ انت السبب. ده انا كنت بقولك تعملي المفروض يتعمل. يا رب انا مش السبب، انا بريء منها، هي اللي عملت كل حاجه. انا مجرد اتكلمت. انا الشيطان، انا عمري ما عملت حاجه، انا بقول فقط اعمله، وانتوا اللي بتعملوا. محدش قال لك اعملي. لما انا بقول لك حاجه وانت شايفاها غلط ما تعمليهاش. انا بريء منك، بريء. معلش انا اسفه، سامحيني. معلش بس والله كانت لحظه شيطان، ويعني معلش. طب وانت ليه عملتي معايا كده؟ ما والله بس بقول لك كانت لحظه شيطان، معلش اسفه. امسكي كلي. شكرا. انا جبت لك اكل، ولو عايزه حاجه تانية قولي لي. ماشي، شكرا. مش رهام في ايه يا بنات؟ معلش احنا اسفين طبعا على كل اللي احنا عملناه معاكي وطريقتنا في الكلام وكده. احنا بجد مش عارفين نقول لك، احنا بجد اسفين جدا. مفيش حاجه يا بنات، بس انا ما اعرفش انتوا كنتوا بتتكلموا بالطريقه دي ليه. لا لا، هو بس ساعه شيطان ومش عارف ايه وخلاص، يعني خلاص مسامحانا. معلش احنا اسفين والله. ماشي يا بنات، خلاص اكيد مسامحاكم، بس ما تعملوش تمانين كده.